سكة وفاة المدير العراقي عباس الركابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد وحصر. عباس الركابي هو أحد المشاهير العراقية، وهو من محافظة الناصرية، وهو أيضا ناشط اجتماعي رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه عدد كبير من المتابعين على قناته على اليوتيوب، حوالي 44 ألف متابع من جميع أنحاء العالم العربي. إلا أنه يقدم محتوى فكاهي مع أصدقائه، وتناقلت العديد من الحسابات على قناته على موقع يوتيوب خبر وفاة عباس الركابي مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر عباس الركابي، وهو أحد الشخصيات البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة وسائل إعلام عراقية بعد تأكيد خبر وفاة شقيق الفقيد يوم السبت 16 يوليو لسنة 2022 إثر إصابته بنوبة قلبية، مما انتشر الخبر من خلال الرواد والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن بعد التأكد من صحة وفاة المدير العراقي عباس الركابي، اتضح أنها كانت مزحة. وكما انتشر منذ فترة مقطع فيديو قال فيه أن خبر وفاته كانت مزحة. ويمتلك عباس الركابي العديد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا من أشهر حساباته على اليوتيوب، كما أنه ينشر محتوى هادفاً وروح الدعابة مع الأصدقاء، وكان قادراً على تكوين عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي. ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة عباس الركابي بعد إصابته بنوبة قلبية، لكن بعد تحديدها تبين أن كل ما ينشر لا أساس له، وكانت مجرد إشاعات، ونفى عباس الركابي ذلك.